السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة بإذن الله هنبتدي Lecture 6 في الكورس بتاعنا Algorithm Data Structures and Computability. الكورس Lecture النهاردة على آخر نوع من أنواع السورتنج اللي احنا هنستكملهم أو اللي احنا ابتدينا فيهم المحاضرة اللي فاتت. احنا خدنا 5 Sorting Algorithms، خدنا 3 منهم Comparison Based، واثنين منهم شغالين بابروتش اسمه ديفايد اند كونكر اللي هو الميرج سورت والكويك سورت، وعملنا كومباريزن ما بينهم. واهم حاجه زي ما اتفقنا، اهم حاجه الكومبلكس بتاعتها، نبقى عارفين كل واحد فيهم الكومبلكس بتاعته قد ايه في الديفرنت كيسز. هنكمل النهارده اخر سورتنج الجوريثم هناخده في الكورس عندنا هو اسمه هيب سورت. طيب هيب سورت يعني ايه؟ هو اصلا هو سورت sorting algorithm، يبقى الهدف منه ان يبقى عندي فيه مجموعه elements، ومجموعه elements دول هيبتدي يرتب كل element يحطه في مكانه الصح. الهيب سورت بيشتغل ازاي؟ بيشتغل عن طريق حاجه اسمها هيب تري. انا عندي، لو احنا شايفين كده بالشكل ده، انا عندي دي تري. التري فيه كذا نوع، احنا عارفين ان في حاجه اسمها تري، وفي حاجه اسمها باينري تري، وفي حاجه اسمها باينري سيرش تري. كان الباينري سيرش تري كان فيها بروبرتي، البروبرتي بتاعتها ان احنا عندنا كل نود في التري، لو هي باينري سيرش تري يبقى النود الروت كل الاليمنتس اللي اصغر منها، يعني لو هنا في 10 يبقى كل الاليمنتس اللي اصغر منها تبقى موجوده في الليفت، في الليفت سب تري. يبقى ال 10 يبقى لازم دي اللي تحتها يبقى في رقم اصغر، وهنا كل الرايت كل الاليمنتس اللي اكبر من 10 تبقى موجوده في الرايت سب تري، يبقى دي ممكن تيجي 12. بس ستيل عندي هنا النود دي لو هي الليفت سب تري بتاعتها دي كلها، يبقى اكبر قيمه فيها هي هنا 12، يبقى دي برضو لازم تبقى ايه؟ اصغر من القيمه اللي موجوده في الروت. كنا استخدمنا الباينري سيرش تريز دي في ايه؟ مينلي عملناها عشان تسهل السيرش. طيب في عملنا واحده تانية او في داتا ستراكشر تاني اسمه هيب تري. الهيب تري دي عباره عن ايه؟ عباره عن تري برضو، عباره عن باينري تري، بس ليها بروبرتي مختلفة عن الباينري سيرش. المفروض بيقول الهيب تري لو هي لو هي بالشكل ده نقدر نستخلص منها حاجة. لو احنا بصينا على النود دي، ايه علاقتها بالتشيلدرن بتوعها؟ والنود دي ايه علاقتها بالتشيلدرن بتوعها؟ هنلاقي ان النود اللي فيها 5 هي اقل من مين؟ اقل من الاثنين تشيلدرن بتوعها. والنود اللي فيها 2 هي اقل من الاثنين children بتوعها. هتلاقي ان شايف، لو انت شايف كده هتلاقي ان اصغر قيمه موجوده فين؟ موجوده في الروت. لو احنا بنفكر في السورتنج على ان احنا عايزين نشوف القيمه اللي القيم اللي موجوده في الاراي واحاول اروح احطها في مكانها الصح، يبقى لو فاكرين انتوا السلكشن سورت اللي خدناه المره اللي فاتت، السلكشن سورت كان كل اللي بيعمله ان هو بيجيت الماكسيمم وبيروح يحطه في مكانه، في مكانه في الاراي. او ممكن السلكشن سورت يشتغل العكس، يجيت المينيمم ويروح يحطه في الاول. تمام، هي نفس فكره نفس فكره السلكشن سورت بطبقها هنا في الهيب سورت بس باستخدام التري. يبقى انا عندي، لو احنا هنعمل كونكلوجن اللي احنا قلناه شويه صغيرين اللي احنا قلناهم، لو احنا عايزين نطلع الهيب بروبرتي، ايه الهيب بروبرتي او ايه البروبرتي بتاعت الهيب تري؟ ان عندنا هي عباره عن تري، يا اما كل نود بتبقى اصغر من التشيلدرن بتوعها، يا اما كل نود بتبقى اكبر من التشيلدرن بتوعها. يبقى هو في تو بروبرتيز، في حاجه اسمها من هيب وفي حاجه اسمها ماكس هيب. زي بالظبط كده لما بيبقى عندي في فانكشن بعملها في الجافا جيت الماكسيمم وفي فانكشن تجيت المينيمم. الهيب تري هي نفس الشكل بتاعنا كده. يبقى المين هيب تفتكروا ان هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن تري، التري دي كل نود فيها بتبقى اصغر من التشيلدرن بتوعها. طب الماكس هيب يبقى ايه؟ يبقى كل نود بتبقى اكبر من التشيلدرن بتوعها. في المين هيب يبقى انا بضمن ان الروت بتاع التري شايل اصغر قيمه. في الماكس هيب بضمن ان الروت نود شايله اكبر قيمه. طيب تخيل بقى انت بنفس الشكل بتاع السلكشن سورت، انت عملت جيتنج للمينيمم او عملت جيتنج للماكسيمم، هو موجود اصلا في الروت، وانت اصلا احنا كلنا عارفين
ان الفري داتا ستراكشر انت بيبقى فيه ريفرنس على الروت نود. فوانس ان انت قادر تشوف الروت نود وهي دي شايله يا اما المينيمم يا اما الماكسيمم، يبقى انت ممكن تبتدي تغير ايه، تبتدي تغير مكان المينيمم نمبر زي ما احنا شايفين كده، نخليه في الاخر خالص او نخليه في اخر نود في الفري بتاعتي. يبقى معنى كده ان انا ابتديت احط كل مكان في مكانه الصح. طب لو كان اكبر قيمه موجوده في الروت وابتديت اخد القيمه الكبيره دي اخليها في الاخر، يبقى انت كده كانك بترتب اسندنج. لو اخر قيمه هي اللي خدتها وحطيتها في الاخر، يبقى انت كده كانك بترتب ديسندنج. لكن هي الفكره بتاعه السورتنج، نحط دايما ان الهيب سورت شبه السليكشن سورت، بس ده بيشتغل على الاري وده بيشتغل على الاري على انه تري. التري دي اسمها ايه؟ اسمها هيب تري. هنبتدي نشوف ازاي بعمل سورتنج وازاي بشتغل عليه واحده واحده. يبقى ده اول جزء عندي، ان انا عندي اهو ده. لو انا عندي الاري بالشكل ده، الاري عشان اشتغل عليه اعمل له سورتنج باستخدام الهيب تري، يبقى انت المفروض بتاخد الاري ده، هو موجود كده في الميموري، بتبتدي تعمل له فيجواليزيشن. فيجواليزيشن يعني انت مش بتحرك الاري في من الميموري، مش زي الميرج سورت. هو الاري موجود في الميموري زي ما هو، بس انت بتحاول بتتعامل معاه على انه تطلع منه نيرلي كومبليت باينري تري. يعني ايه نيرلي كومبليت باينري تري؟ يعني بنبتدي نحاول نبص على الاري على انه تري باينري تري، يعني كل نود ليها اتنين تشيلدرن بس، تمام؟ وتبقى كومبليت. يعني ايه كومبليت؟ عارفين احنا في بروبرتي مهمه في التري ان هي تبقى كومبليت، يبقى معنى كده ان كل ليفل شايل اكبر عدد من النودز بتاعته. طيب الليفل بيشيل قد ايه عدد النودز بتاعته؟ هو المفروض انا عندي الروت بيشيل نود واحده طبيعي، يبقى معنى كده بما انها باينري تري يبقى النود الواحده دي هيطلع منها او هتخرج اثنين تشيلدرن، والاثنين دول اكيد هيخرجوا اثنين، ودي هتخرج اثنين ودي هتخرج اثنين. احنا عندنا الليفلز بتاعتي مترتبه ال0 ال1 ال2 ال3. يبقى عشان تكون كومبليت باينري تري لازم يكون كل ليفل شايل ايه، او اقصى عدد من النودز يشيلها الليفل هو ايه؟ 2 باور A 2 باور L. يبقى لو انا عندي، لو انا واقفه في ليفل 0، يبقى اقصى عدد من النودز يشيله ليفل 0 2 باور 0. انا موجوده في ليفل 1، يبقى اقصى عدد من النودز يشيلها ليفل 1 2 باور 1 يبقى 2، وهكذا. يبقى احنا اول خطوه عندنا بنعملها في الهيب قبل ما نبتدي نعمل سورتنج وقبل ما نشتغل في السورتنج خالص، يبقى لو انت عندك اري والاري ده عايز تشتغل او تحوله لهيب، يبقى الهيب ده عباره عن ايه؟ عباره عن فيجواليزيشن للاري بتاعك على انه نيرلي كومبليت باينري تري. طب ليه نيرلي؟ نيرلي يعني معناها ايه؟ معناها ان انت مسموح لك ان اخر ليفل في التري ما يبقاش كامل على حسب عدد الاليمنتس اللي موجودين في التري. فانا عندي الشكل ده نيرلي كومبليت باينري تري، لكن لو كل لو اخر ليفل شايل كل عدد النودز او اقصى عدد من النودز يقدر يستحمله، دي احنا بنسميها بيرفكت تري. بيرفكت يعني هي كومبليت وكل الليفلز كامله عندي. طيب المفروض انا عندي بقى بحدد، طب انت عايز التري بتاعتك الهيب تري دي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هكونها ازاي؟ هبتدي اكونها ازاي؟ هيبتدي بيعمل ايه؟ بيبتدي يشوف انا عندي الاري بتاعي، ادي دي الاندسيز عاديه خالص، ازاي هفيجواليز الاري على انه هيب؟ يبقى انا ببتدي من اندكس 1 اهو، ده اندكس 1. هو انا عارفه اندكس 1 ده باي ديفولت هو اللي بيبقى في الروت. ببتدي اقول اعتبر ان الاليمنتس الليفت تشايلد والرايت تشايلد بتاع اول نود هي مين؟ هي النود اللي بعدها واللي بعدها على طول. جت منين يعني؟ بعملها ازاي؟ يبقى انا بحط هنا ال 16 وببتدي املى التري بتاعتي تباعا بالالمنتس بالترتيب. المفروض النودز بتاعتي يبقى شكلها ازاي؟ بيبقى عندي هنا ده الروت ات اندكس 1، هو الالمنت اللي ات اندكس 1. الليفت بتاعه بيبقى هيشيل ال 14 والرايت هيشيل ال 10. ايه علاقه ال 14 وال 10 بالاندكس بتاع الروت؟ الروت لو كان الاندكس 1 يبقى هنلاقي على طول ان الليفت بتاعه ات اندكس 2 اي. الاي ده هو مين؟ هو الاندكس بتاع الروت. يبقى الروت ات اندكس 1، يبقى على طول اعرف ان الليفت تشايلد بتاعه هو انهي اندكس؟ 2 باي 1 هتبقى 2، يبقى ده ات اندكس 2.
طيب الرايت تشايلد بتاعها بيجي منين؟ بيجي ان انا بقول 2i بلس 1 يبقى 2i 2 في 1 ب 2 بلس 1 يبقى 3. يبقى انا كده ابتديت اربط ما بين الاليمنتس اللي موجودين في الاري بايه؟ بازاي اعمل لهم فيجواليزيشن على انهم نيرلي كومبليت باينري تري. طب هبتدي اكمل، انا كده حطيت ايه او اعتبرت او عملت فيجواليزيشن للثلاثه اليمنتس دول على انهم ثلاثه نودز في التري. هبتدي اكمل لو افترضت عندي بنفس الفورمولا اللي انا بستعملها هنا، انا عايزه اجيب النود اللي هي الليفت تشايلد من النود 14، الليفت تشايلد بتاعها. يبقى الليفت تشايلد هيبقى المفروض نود الاليمنت ات اندكس كام وات اندكس كام بنفس الفورمولا دي. يبقى المفروض الاليمنت ات اندكس 4 هو يبقى التشايلد او الليفت تشايلد لل 14، والاليمنت ات اندكس 5 هو الرايت تشايلد بتاعها. يبقى انا عندي ال 14، يبقى انا ماشيه كده بالترتيب، وهنقول الطريقه السهله منها على طول. يبقى ال 14 بعد ال 14 حطينا ال 10 هنا، يبقى ال 14 بعدها كام؟ ال 8، ونحط هنا ال 7. طيب لو احنا مشينا برضو بنفس الفورمولا عشان اكمل باقي التري بتاعتي زي ما هي مرسومه عندي هنا، يبقى انا هنا ات اندكس 3 عايزه اشوف الليفت وعايزه اشوف الرايت بتاعها، يبقى 3 في 2 ب 6، يبقى الاليمنت ات اندكس 6 هو اللي هيجي هنا، والاليمنت ات اندكس 7 هو اللي هيجي هنا. المفروض لو انا عايز اعملها بشكل اسرع زي ما احنا اتفقنا، انا عشان ابني نير لكمبليت باينري تري انا هاخد كل ليفل واحط فيه اقصى عدد من النودز هو المفروض بيستحمله. فانا عندي هنا المفروض ابتديت الروت بتاعي من الاليمنت 16 اللي هو ات اندكس 1، يبقى عارفه على طول انا عارف ان الليفل اللي بعده بيشيل اتنين بس، فالاتنين دول هحطهم بالترتيب من الليفت للرايت من الليفت للرايت. تمام، فانا هحط الارقام بتاعتي اللي بتظهر لي بالترتيب في الاري، ادي 14 وادي 10. كده الليفل ده خلاص المفروض اكتمل، هبتدي انزل للليفل اللي بعده. انا عارف ان الليفل اللي بعده هياخد 4 نودز، الاربعه نودز دول مين؟ بالترتيب برضو من الشمال لليمين، يبقى هياخد 8 7 9 3. طيب باقي لي بعد كده مين؟ باقي لي الثلاث ارقام دول، هبتديهم منين؟ هبتديهم بالترتيب من عند الليفت اهو كده، دول هتاخد 2 ودي هتاخد الايه؟ النود الثالثه. يبقى انا وصلت ل3، يبقى دي 2 4 واحد. لو احنا برضو مشينا بالاندكس، يبقى انا عندي 2 الاندكس 8 ده الاندكس كان 4، يبقى شمال ال 4 هيبقى كام؟ 4 2 في 4 ب 8، يبقى الاندكس ات 8 هو الليفت تشايلد للنود 4، والاليمنت ات اندكس 9 هو الرايت تشايلد بتاعتها، وهكذا. يبقى احنا المفروض عندنا لو احنا بصينا احنا ايه اللي احنا عملناه ده؟ احنا اول خطوه ابتدينا نعملها ان انا عشان ابتدي اعمل هيب سورت، يبقى انا المفروض احول او افيجوالايز الاراي على انه تري، بس تري نوعها ايه؟ نوعها هيب تري. احنا حولناها دلوقتي على انها تري، بس تري ليها بروبرتي مهمه اللي هي ايه؟ نيرلي كومبليت باينري تري. يعني لو جيت قلت لك عرف لي يعني ايه هيب تري، هي فيجواليزيشن لاراي على انه نيرلي كومبليت باينري تري. طيب المفروض بعد كده عشان ابتدي ارتب، يبقى انا هبتدي خطوه كمان بعدها ان انا عايزه احول التري بتاعتي اللي انا عملتها دي عشان ابتدي اعمل كاني بعمل في السلكشن. الاري موجود عندي وانا عايزه اطبق عليه الفانكشن اللي اسمها جيت الماكس، كان بيبتدي يمشي في الاري عشان يجيت اكبر قيمه موجوده في الاري. هنا نفس الفكره بتاعتي، انا عندي التري فيها شويه نودز، انا عايزه ابتدي اسيرش في النودز دي او عايزه امشي على النودز بشكل معين بحيث ان انا اوصل ان كل نود شايله قيمه اكبر من اللي تشيلدرن بتوعها، وهي دي اسمها ايه؟ دي اسمها الماكس هيب بروبرتي، لو انت عايز تضمن ان اكبر قيمه هي اللي تبقى موجوده في الروت. طيب معنى كده ايه برضو؟ معنى كده ان انت لو انت عايز تحولها تجيب اصغر قيمه موجوده في تبقى موجوده في الروت، يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها مين هيب بروبرتي، مش ماكس بقى اسمها مين. طيب المفروض انا عندي هبتدي همشي ازاي اشوف الاليمنتس بتاعتي؟ هشوف هتابع كل نود هشوفها هل التشيلدرن بتوعها اصغر منها ولا اكبر منها، ولو هي واحده فيهم انا شغاله ماكس هيب ده الديفولت بتاعي. لو انا لقيت نود التشيلدرن بتوعها بيكسروا البروبرتي دي، يبقى انا ببتدي احاول اصلحها.
تمام، ببتدي اشوف كل نود هي محافظه على البروبرتي بتاعت التري ولا لا، هي محافظه على البروبرتي بتاعت الماكس هيب ولا لا. طيب في الاخر خالص لو انا ضمنت ان كل النودز حافظت على البروبرتي، هي ايه البروبرتي؟ ان انت تبقى كل نود تبقى اكبر من الاثنين تشيلدرن بتوعها لو موجودين. هضمن هنا بعد كده، هضمن ان انا اكبر قيمه موجوده في الروت. لما اضمن ان اكبر قيمه موجوده في الروت، يبقى انت كده كانك عملت خطوه جيت الماكسيمم في السلكشن سورت. كنا بنعمل ايه بقى في السلكشن؟ كنت باخد او بعمل سواب ما بين مين ومين، ما بين القيمه اللي هي كانت موجود فيها اكبر قيمه والمكان اللي المفروض يتحط فيه مين، يتحط فيه اكبر قيمه في الايه، في السورتد اري. وبالتالي انا عندي هنا، يبقى احنا كل اللي بنعمله دلوقتي ان انا بحاول اجيت الماكسيمم، والماكسيمم ده اخليه يروح فين؟ يروح في الروت. طيب لو احنا بصينا هنا، عندي برضو انا التري اللي موجوده، مين النودز اللي انا المفروض اتشيك عليهم انها محافظه على البروبرتي ولا لا؟ انا عندي دول شويه ليف نودز، ال1 وال4 وال2 وال3 وال9، دول ليف نودز. يعني ايه ليف نودز؟ يعني نودز مالهاش تشيلدرن. يبقى بالتالي انا مش محتاج ان انا اتشيك عليهم اساسا، لان هو كده كده مالهمش تشيلدرن. فانا ببتدي اتشيك على النودز الايه؟ الانترنال نودز. يعني ايه انترنال نودز؟ هي نود ليها at least one child. فالمفروض انا عندي، المفروض لو انا هاجي هتشيك على النود بداية من النود اللي موجودة هنا اللي هي فيها 7. ليه؟ لان هي اخر نود ليها child، هي ليها one child. هبتدي هتشيك عليها يعني اعمل ايه؟ يعني عايزة اتأكد ان هي قيمتها اكبر من قيمة التشايلد بتاعها. هنا في 1 وهنا في 7، يبقى النود دي ايه؟ بتحافظ على البروبرتي بتاعتي. طيب هبتدي بعد كده، طب انا هرجع تاني للنود اللي هنا ل 9؟ لا خلاص، هي النود دي هي دي بدايه الليف نودز. طيب هبتدي بعد كده في النود اللي قبلها، النود اللي قبلها فيها 8 وفيها 2 تشيلدرن، فيها 2 و4، يبقى ال 8 اكبر من ال 2 وال4، يبقى انا كده دي النود دي محافظه على البروبرتي. عندي اللي بعد كده هوصل للي بعدها ال 10 اللي تحتها 3 و9، يبقى دي برده ستيل ايه؟ بتحافظ على البروبرتي. ال 14 في تحتها 7 وتحتها 8 وهي اكبر منهم، يبقى دي محافظه على البروبرتي. بعد كده ال 16 دي تحتها 10 وتحتها 14، يبقى هي اكبر من الايه؟ اكبر من التشيلدرن بتوعها، يبقى هي محافظه على البروبرتي. لو عرفت اوصل للصوره دي، يبقى انا قدرت اوصل الاراي بتاعي على انه ايه؟ على انه ماكس هيب 3، ماكس هيب 3. تمام كده؟ طب ايه الماكس هيب 3؟ هي هيب 3 يعني بتحافظ على البروبرتي بتاعت كل نود، وشغلتها ماكس، يبقى انا ضمنت ان اكبر ايه؟ اكبر قيمه موجوده في الروت. طيب ايه اللي المفروض يحصل بعد كده عشان اسورت؟ هي نفس الخطوه اللي كانت بتحصل في السلكشن سورت، اللي انا ببتدي اخد اكبر قيمه انا موجوده عندي، وكنت بعمل لها سواب ما بينها وما بين اخر قيمه، بما ان اكبر قيمه دي المفروض تبقى اخر قيمه في التري في الاراي. يبقى انا لو انا بصيت عندي كده، لو انا هابلاي السلكشن سورت على الاري ده زي ما خدنا المره اللي فاتت، ان هي اول مره ما في اول ايتريشن هيطلع لي ان الكبير او الماكسيمم اليمنت هي هو 16. بيبتدي يروح يعمل فيه ايه بعد كده؟ يبتدي يعمل له سواب ما بينه وما بين اخر قيمه في الاري. عشان كده هيبقى بعد اول ايتريشن هيبقى الوان هيبقى هنا وال14، ويكمل الاري بتاعي واخر قيمه موجوده فين؟ موجوده في اخر element في الاري. طيب كنت بفضل بستنى بعمل ايه بعد كده؟ كنت بكمل new iteration في selection sort. بس كنت بعمل ايه؟ كنت بسيب ال 16 اللي انا رتبتها، خلاص عرفت ان دي مكانها الصح، وكنت باخد باقي ايه؟ كنت باخد باقي ال elements. باقي ال elements بعمل عليهم ايه؟ بابلاي عليها نفس الطريقه، كنت بدور في الباقي ال elements دول على الماكسيمم element، وببتدي برضو اعمل له ايه؟ اعمل له سواب. ده اللي كان بيحصل عندنا فين؟ ده اللي كان بيحصل في السلكشن سورت. هو بنفس الفكره بتاعته اللي هيحصل ايه؟ هيحصل في الهيب سورت، وهيبتدي الهيب سورت بايه؟ باتنين مين اوبريشنز. الاثنين مين اوبريشنز دي هي اللي بتضمن انها تعمل ايه؟ ادي هنا عندي فيه، لو انا هكتبها كده من وجهه نظر السلكشن سورت، يبقى انا عايزه محتاجه ان انا ايتريت على الاري عشان اجيت الماكس، تمام؟ ومحتاجه ان انا اعمل ايه؟ محتاجه ان انا اعمل سواب بعدها،
عشان اودي الماكسيمم ده فين؟ في مكانه الصح. طيب انا عشان اجيت الماكس كنت بعمل ايه؟ كنت بمشي على الاريه عشان وبتشيك كل مره، بتشيك على كل element لغايه ما اوصل للماكسيمم element. انا هنا بقى في التري بتاعتي لو انا هشتغل هيب سورت، جيت الماكس دي بتتم على كام خطوه؟ بتتم على خطوتين. الخطوه الاولانيه ان انا بعمل ايه؟ ببتدي اتشيك على ان كل الانترنال نودز محافظه على البروبرتي، زي ما انا قلت السلايد اللي فات. يبقى انا ببتدي هتشيك على كل الانترنال نودز هل هي بتحافظ على البروبرتي ولا لا. طيب لو انا عملت التشيكنج ده واتاكدت ان كل النودز محافظه على البروبرتي، يبقى انا كده ضمنت ايه؟ ضمنت ان القيمه الكبيره موجوده في الروت. طيب لو كان في نود منهم مش محافظه على البروبرتي، يعني لو كان في نود اللي هي كانت القيمه اللي موجوده فيها كانت اصغر من واحد من التشيلدرن بتوعها، يبقى احنا ببتدي لازم اصلح النود دي. يعني ايه اصلحها؟ يعني المفروض احولها لهيب نود. هيب نود يعني ايه؟ يعني النود دي تبقى الروت اكبر من مين؟ من التشيلدرن بتوعها. بابلاي الحكايه دي باوبريشن اسمها ايه؟ اسمها ماكس هيبيفاي. ماكس هيبيفاي دي بتعمل ايه؟ بتصلح او بتكوريكت سنجل فيوليشن. سنجل فيوليشن يعني ايه؟ يعني انت عندك في نود واحده النود دي مش محافظه على البروبرتي، فبالتالي احاول اصلحها واحول النود دي لهيب نود. لو انت مشيت على التري بتاعتك بالشكل ده على كل الانترنال نودز وضمنت ان هم محافظين على البروبرتي، يبقى انت هتبتدي على طول الخطوه الثانيه ان انت تعمل ايه؟ تعمل سوابنج. طيب تعالوا ندخل على طول نشوف الشكل بتاعنا احنا المفروض بنمشي ازاي. ادي عندي اهو المفروض انا عندي ده الاري بتاعي، وبيقول لك ابلاي الهيب سورت على الاري ده. يبقى احنا اول خطوه في الهيب سورت ان انا احوله لمين؟ احوله لهيب. تمام؟ فهحوله لهيب ازاي؟ يبقى انا زي ما اتفقنا كده هفيجوالايز الاري ده على انه نيرلي كومبليت باينري تري. يبقى معنى كده ايه؟ معناها كده ان دي الانديسيز بتاعتي، وعرفنا الانديسيز بتاعتي دي انا ببتدي ايه؟ ببتدي احطها ازاي في التري عندي. ببتدي من اول نود من اول element في الاري هو اللي بيبقى الروت، وببتدي املى الليفلز ليفل باي ليفل. تمام؟ وبملاه من الشمال لليمين، وبالتالي ال 16 اهي دي اللي في الروت. بعدها هيجي الالمنت اللي بعده على طول هيجي على الشمال، يبقى 4 10 14 7 9 3 2 8 1. هم دول ايه؟ دول الالمنتس اللي موجودين في الاراي عندي. ودي شكل مين؟ دي شكل التري اسمها ايه؟ اسمها هيب تري. هي كده بقت هيب. طيب هي كده بقت هيب، يعني هل احنا كده شايفين ان هي هيب؟ هي احنا عملنا لها كده، عملناها نيرلي كومبليت باينري تري، لكن هل كل النودز بتاعتها محافظه على الهيب بروبرتي؟ واحنا شغالين الديفولت بتاعنا زي ما اتفقنا ان هي دي ماكس، بنجيت الماكس. هنبتدي نشوف عشان اضمن ان الفانكشن او التري دي محافظه كلها على البروبرتي بتاعتها، يبقى احنا زي ما اتفقنا بنجلكت كل او باجنور كل الليف نودز لان هما كده كده ما لهمش تشيلدرن، وببتدي من اول انترنال نود. اول انترنال نود عندي طبعا انت عندك تبتدي، ممكن تبتدي من فوق وممكن تبتدي من تحت، بس احنا هنشوف دلوقتي انا ليه ابتدي من النود اللي فيها 7. لو انا هبتدي من النود اللي 7 وهبتدي من اصلح النود اللي فيها 14، يبقى معنى كده ان انت بتضمن ان الليفل اللي فوقه هي هي هيتبني على الليفل اللي تحته اللي المفروض ايه؟ محافظ على البروتين. فعشان كده بنبتدي مين؟ بنبتدي من النود اللي هي ات اندكس 5. طب ات اندكس 5 هلاقي فيها 7 وتحتها فيها 1. 7 وتحتها فيها 1. طيب يبقى 7 و1، يبقى انت عندك دي اكبر من دي، يبقى النود دي محافظه على البروبرتي. عندي النود اللي قبلها احنا اتفقنا بنمشي على الانترنال نودز، النود دي فيها 14 ودي فيها 2 و8، يبقى دي النود دي اكبر من التو تشيلدرن بتوعها، يبقى دي ايه؟ بتبريزرف البروبرتي بتاعتي، بتحافظ على البروبرتي بتاعت التري. النود اللي قبلها هي فيها 10 وتحتها 9 و3، يبقى دي برضو محافظه على البروبرتي. هيجي عند النود دي، النود دي فيها 4 وال4 دي بعدها تحتها فيها 14 وفيها 7. هاجي هلاقي انه النود دي اتكسرت البروبرتي بتاعتي، حصل ايه؟ حصل فيوليشن للايه؟ للهيب بروبرتي.
هبتدي على طول اعمل ايه؟ هبتدي اصلحها، وكل نود بتكسر البروبرتي ببتدي هصلحها. طب وبعد ما بصلح كل النودز يبقى انا كده وصلت لمين؟ وصلت للهيب تري. الهيب تري دي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن نيرلي كومبليت باينري تري، وكل النودز بتاعتها محافظه على الايه؟ محافظه على الهيب بروبرتي. طيب احنا سمينا ان الفانكشن اللي بتخليني اصلح نود واحده بس سميناها ايه؟ سميناها ماكس هيبيفاي. دي سميناها ماكس ليه؟ عشان هي بتجيت النود الروت بتخليها هي الماكسيمم. طيب لو انا عايزه اجيب النود دي هي اللي تبقى اصغر نود، او يعني النود تبقى اصغر من الاثنين تشيلدرن بتوعها، فدي انا بسميها من هيبيفاي، على حسب انت عايز ترتب اسندنج ولا ديسندنج. فانا عندي هنا التري اهي، النود اللي موجوده فيها النود 4 كسرت البروبرتي بتاعتها. لو انا عايزه اصلحها يبقى تفتكروا هصلحها ازاي؟ انا عايزه اشوف القيمه اللي تبقى موجوده هنا، لازم تبقى القيمه دي اكبر من القيمتين التشيلدرن بتوعها. وبرده نفس الكلام، ما هو معنى كده ان انا لو انا هصلح النود دي، طب ما معنى كده ان ممكن واحده منهم هتكسر البروبرتي، وبالتالي المفروض ان انا كمان ايه؟ المفروض ان انا اصلح النود دي اللي ايه؟ اللي انا بوظتها كمان. يبقى المفروض الخلاصه بتاعت الماكس هيبيفاي فانكشن هي بتعمل ايه؟ هي بتصلح سنجل فيوليشن. السنجل فيوليشن ده هي بتمسك نود تصلحها، وبتصلح بالتبعيه معاها كمان كل السب تري اللي تحتها. طيب احنا تعالوا نشوف عندنا المفروض همشي ازاي، هصلح النود اللي فيها 4 دي ازاي. هو بيبتدي يشوف هي ال 4 دي مين الليفت بتاعها ومين الرايت. هو عارف طبعا احنا عملنا ده حولناه ل 3، فهو عارف ان النود اللي فيها 4 ات اندكس 2، يبقى انا عارف ان الليفت بتاعها ات اندكس 4 والرايت بتاعها ات اندكس 5. يبقى يرجع على طول للاري 4 و5 هي ال 14 وال 7، تمام؟ طيب ال 14 وال 7 هو هيجيت الماكسيمم من الثلاثه دول، يشوف الثلاثه دول اصلا موجودين مين الكبير فيهم. الكبير فيهم هو اللي هي ايه؟ هيعمل له سواب مع مين؟ مع النود اللي هي ايه؟ اللي هي مش متصلحه، اللي هي كسر البروبرتي. فهيبتدي يروح يعمل سواب، اهو عمل سواب ما بين ال 14 وال 4، طلع ال 14 فوق ونزل ال 4 تحت. بس لما نزل الاربعه تحت احتمال يكون الرقم اللي اتحط هنا ده بوظ الايه؟ بوظ السب تري اللي تحتها. هو فعلا لما الاربعه نزلت هنا بقى تحتها مين؟ 2 و8. فالاثنين والثمانيه يبقى دي بعد هي الاول كانت ما ايه؟ كانت مظبوطه، بس لما عملنا سواب بوظنا مين؟ بوظنا الليفت سب تري بتاعه النود اللي احنا صلحناها. وبالتالي برجع اعيد نفسي تاني او هكرر الميثود دي تاني انها تصلح النود بعد السوابين. هيصلح النود دي ازاي؟ يبقى هو برضو نفس الكلام، هيشوف مين الكبير في الثلاثه نودز بتوعها، يعني هي النود دي والليفت والرايت بتاعها، هيشوف مين الكبير فيهم، والكبير هيعمل له سواب دي، يبقى هيطلع الثمانيه اهو فوق، وبعدين يروح يحول الاربعه تحت، ويرجع تاني يتشيك على النود دي. امتى هيقف؟ لما تكون النود دي ليف نود، يبقى مش تحتها ايه؟ مش تحتها children. يبقى احنا عملنا كده هنا ايه؟ عملنا كده احنا كان الهدف من ان احنا نمشي على الانترنال نودز، نشوف كل نود محافظه على البروبرتي ولا لا، ولما لقينا واحده كسرت البروبرتي حاولنا نصلحها باستخدام الميثود اللي اسمها ماكس هيبيفاي. والماكس هيبيفاي دي بتعمل ايه؟ بتصلح نود، وبالتبعيه بتصلح كل مين؟ كل السب تري بتاعتها. تعالوا نشوف الكود بتاعها. يبقى احنا المفروض فهمنا السيكونس اللي احنا هنمشي بيه. تعالوا نشوف الكود بتاعها هيبقى ماشي ازاي. انا عندي المفروض الميثود دي بيدخل لها ايه؟ بيدخل لها الاي. يبقى الانبوت بتاعها البارامتر بتاعها الاي. الاي ده اللي هو مين؟ الاندكس بتاع النود اللي المفروض كسرت البروبرتي. وفي الحاله دي الاي دي بتساوي كام؟ انا عندي بتساوي 2. بيبتدي يقول احنا الجزء ده احنا عارفينه، تمام؟ بيبتدي يجيب الليفت اوف اي، يعني الليفت اوف اي احنا عارفينها اللي هي مين، اللي هو بيشوف الاي بكام ويضربها في 2 ويعرف الاندكس بتاعها ويحطها في فاريبل اسمه ال. يبقى ال ده شايل مين؟ شايل 4، وال4 ده اللي هو مين؟ اللي هي فيها القيمه 14. والرايت اوف اي يبقى مين الرايت تشايلد بتاع النود اللي فيها 4 اللي هي عايزين نصلحها، يبقى فيها النود او الاليمنت ات اندكس 5. عرف من الخطوه دي
عارف ان الليفت بتاع الاربعه هو ال14 والرايت بتاعها هو السبعه، ودي اللي احنا شايفينه في الايه، شايفينه في الشكل بتاعنا هنا. وبعد كده بيبتدي يعمل ايه زي ما احنا شايفين، بيبتدي يشوف مين الاكبر فيهم، بيبتدي يقارن النود اللي فيها اربعه بالليفت تشايلد والنود اللي فيها اربعه بالرايت تشايلد، يجيب من يجيب منهم مين، يجيب منهم الايه اللارجست نمبر. يبقى انا تو اف ستيتمنتس دول بيجيب ايه، بيجيب اللارجست نمبر. تمام. طيب بعد كده بيبتدي يعمل ايه، بيبتدي يشوف لو انت اللارجست ده مش هو اللي موجود عندك، يبقى احنا خلاص احنا عارفين ان هو مش موجود عندي في الـ في الـ في النود دي، يبقى انت كده النود دي كسرت البروبرتي محتاجه تتصلح. يبقى هو محتاج يتصلح يعمل ايه، يروح يمسك بعد ما بيعمل السواب، هيعمل السواب اهو. يبقى لو كانت النود موجوده مش في النود نفسها اللي انا عايزه اصلحها، يعني هي اللارجست بتاعي موجود يا اما في الليفت يا اما في الرايت، بيعمل سواب. وبعد ما بيعمل سواب بيبتدي ينادي على نفسه تاني، يبقى دي ريكيرسيف فانكشن، يبتدي ينادي على نفسه تاني. يعمل فيها ايه بعد كده، ينادي نفسه تاني لمين، للسب تري اللي خد منها اللارجست. يبقى انا لما جيت شفت اللارجست ما بين الثلاثه نودز دول، عرفت ان ال 14 هي الكبيره، رحت عملت لها سواب. فلما عملت سواب والاربعه نزلت تحت، يبقى انا همسك مين، همسك السب تري بتاعت مين، بتاعت اللي انا بدلت فيها او اللي انا خرجت منها اللارجست. هبتدي هصلحها تاني لغايه ما اوصل لايه، للبيس كيس بتاعتي. والبيس كيس اللي هي مين، المفروض يبقى عندي النود دي اللي انا بشتغل عليها دي هتبقى ليف نود. طيب هنبتدي بعد كده نعمل ايه، يبقى انا عملت تشيك على النود دي، خلاص صلحت النود دي تمام، بعد ما هي كانت مش متصلحه صلحتها، يبقى عند الخطوه دي خلاص هي كده اتصلحت تمام. يبتدي يكمل، هو هيبتدي يكمل يعني يتريت على كل الانترنال نودز لغايه ما يوصل للروت نود. طيب الروت نود دي هيبتدي يقارنها، هي برضو نفس الكلام، هي اكبر من الاثنين تشيلدرن بتوعها ولا لا، لو لقاها اكبر منها يبقى انا خلاص، يبقى انا ضامن ان الروت محافظ على البروبرتي، وبالتالي انا دام وصلت للروت يبقى انا عارف ان كل اللي تحتها ايه محافظ على البروبرتي بتاعتي. فلو ال 16 هنا مظبوطه هي اكبر قيمه، يبقى احنا كده خلاص ووصلنا ان اكبر قيمه موجوده في الروت. طيب لو فرضا يعني ان احنا لقينا اللي كان موجود في الروت كانت قيمه اصغر من مين؟ كانت قيمه اصغر من ال 14 وال 10. زي ان انا مثلا كان عندي، كان هنا بقى كان فيها كام؟ يعني ادي اي رقم اصغر من ال 14 وال 10، يبقى احنا المفروض كنا هنعمل تاني، هنعيد نفس الايه؟ نفس الماكس هيتيفاي فانكشن على النود اللي هت اندكس كام؟ هت اندكس 1. بنفس الفكره، هيشوف القيمه اللي موجوده هنا ويشوف الاثنين تشيلدرن بتوعهم، الاثنين تشيلدرن بتاعها هيشوف الكبير فيهم يعمل منها سواب. بس بالتبعيه برضو هيروح يجرب بعد السوابنج، هل النود دي محافظه على البروبرتي ولا باظت، يروح يصلحها بالتبعيه. وبعد كده يصلح مين، يصلح النود دي برضو بالتبعيه لغايه ما يوصل للبيس كيس ان هو يكون ايه، يوصل للليف نود. طيب انا لو انا وصلت للمرحله دي، يبقى انا كده حولت التري بتاعت الايه لماكس هيبيفاي. انا اول مش ماكس هيبيفاي، انا بحولها لماكس هيب. ايوه انا ببني ماكس هيب 3 تمام، ماكس هيب 3. طيب قبل ما هسيب السلايد ده، انا عندي ادي ده الشغل بتاعنا، هو ده السودو كود، وعايزه اطلع الكومبلكسيتي بتاعته، عايزه اشوف انا عندي الخطوات بتاعتي دي المفروض بتاخد وقت قد ايه عشان اطلع الكومبلكسيتي. طيب انا لو انا بصيت على الكود بتاعي، الكود هنا دي فيه اساينمنت ستيتمنت، اساينمنت اف ستيتمنت تمام، وعندي فيه هنا سواب، وعندي فيه هنا ماكس هيبيفاي، وماكس هيبيفاي دي لقيتها ان دي ريكيرسيف فانكشن. فاحنا ابتدينا ندخل في ايه، ندخل في الاناليسيس بتاع الريكيرجن. بس لو انا بصيت على طول على التري بتاعتي بالشكل ده، هقول يعني احنا كده خلاص عرفنا ان دي ريكيرسيف فانكشن، فالران تايم بتاعها بيعتمد على مين، بيعتمد على التكرار بتاع الريكيرجن ده هيتم قد ايه، هوصل للبيس كيس بعد قد ايه، وهو ده اللي بيأفكت الران تايم بتاعي زي ما خدنا في محاضرة الريكيرجن. فأنا لو بصيت عندي على الفري بتاعتي هنا، هي المفروض لو أنا كنت بصلح أو بنادي الماكس هيبيفاي على النود اللي في الليفل اللي قبل الأخير،
الانترنال نودز اللي في الليفل اللي قبل الاخير، لان الليفل الاخير ليف نودز. طيب فانا مش محتاجه ايه، محتاجه اصلحها. لكن لو انا لقيت الانترنال نودز اللي موجوده في الليفل الاخير هي اللي عايزه تتصلح، يبقى معنى كده ان انت هترن الماكس فاي كم مره؟ هترنها مره واحده، لان انت هتصلح النود دي واللي تحتها. ولو نزلنا مثلا النود هنا، نزلناه عملنا سواب هنا تحت، مش هتيجي تابلاي الماكس هيبي فاي تاني عشان الليف النود دي بقت ليف نود. يبقى احنا ابسط او اسهل ما اسهل نودز هتبتدي تصلحها النودز اللي في الانترنال نودز اللي في الليفل اللي قبل الاخير. طيب كل ما بتطلع ليفل كمان، كل ما بتزود عدد المرات اللي انت هتنادي فيها الماكس هيبي فاي. احنا هننادي الماكس هيبي فاي هنا مره، وهناديها كمان مره لمين؟ للنود بتاعت اللارجست اللي انا بدلتها، والنود بتاعت اللارجست دي هتنادي نفسها تاني للنودز اللي تحتها، تعرف ان هي ايه البيس كيس فتقف. ماشي. يبقى بنفس الكونسبت كده، هو اطول طريق ممكن الماكس هيبي فاي تمشيه هي لما تيجي تصلح مين؟ لما تيجي تصلح الروت نود، لانها ابعد نود من مين؟ من البيس كيس. طيب ابعد نود من البيس كيس معناها ايه؟ معناها ان انت هتران الفانكشن دي عدد مرات اكتر، او الفانكشن هتكول اتسلف عدد مرات اكتر لغايه ما توصل للليف نود. طيب احنا برضو خدنا بروبرتي مهمه جدا المره اللي فاتت في التري، ان احنا عرفنا لو هي عندي باينري تري بالشكل ده، الباينري تري عدد النودز فيها لو كانت n، يبقى انا عارفه ان الهايت بتاعها بتاع التري اللي فيها n نودز هو عبارة عن كام؟ هو عبارة عن log n. يبقى أقصى هايت أعرف أوصل له، الهايت ده اللي هو مين؟ اللي هو ده طول التري بتاعي. أقصى عدد من الليفلز المفروض أحط فيها، أو أقصى عدد من الليفلز أحط فيها n نودز هو كام؟ هو log n. يبقى لو انا عندي في 8 نودز هيتحطوا في 3، عندي 16 نود هيتحطوا في 4. دي البروبرتي بتاعت مين؟ دي بروبرتي للايه؟ للباينري تريز، ملهاش علاقه بالسورتنج. فلو انا عندي بانيه الاري بتاعي بالشكل ده، عملناه نيدلي كومبليت باينري تري، يبقى انا واثقه ان الهايت بتاع التري دي هي عباره عن كام؟ هي عباره عن لوج ان. يبقى اطول طريق همشيه من الروت لغايه الليف نود هو طوله قد ايه؟ لوج ان. يبقى ات موست هتكرر الماكس هيت فايل لو انت بتصلح الروت نود، هتكررها كم مره؟ هتكررها لوج ان تايمز. يبقى لو انا جيت بقول ان انا عايز اشوف الكومبلكس بتاعه السودو كود ده، انا شايفه ان السودو كود ده ريكيرسيف تري، سوري ريكيرسيف فانكشن. الريكيرسيف فانكشن دي الران تايم بتاعها بيعتمد على عدد مرات انت ناديت نفسك كم مره، وانا شغاله على نيرلي كومبليت باينري تري، يبقى انا عارف ان الهايت بتاعها هو اقصى حاجه هيبقى لوج ان، وبالتالي انا اطول طريق همشيه عشان اصلح اي نود هو اللي انت لما تكون بتصلح الروت نود. والروت نود عشان اوصل للاخر خالص، يبقى انا الاخر خالص ده هيبقى ايه؟ هيبقى طوله لوج ان. عشان كده التايم كومبلكس بتاعت الماكس هيبقى باي لوج ايه؟ لوج ان. طيب يبقى احنا كده عرفنا اول ايه؟ عرفنا اول خطوه فين؟ في ان انا عشان ابتدي اعمل السورت. يبقى اول خطوه ان انا ابتدي اعمل السورت ايه؟ ان انا هبتدي هفيجواليز الاري، وبعد كده هتشيك على الانترنال نودز، وكل مره بلاقي نود مش محافظه على البروبرتي بحاول اصلحها، وهي كده كده اوريدي بتصلح النودز اللي تحتها، لغايه ما بوصل لمين؟ لغايه ما بوصل ان انا عملت تشيكنج على كل الانترنال نودز لغايه ما اوصل للروت. وبعد ما بصلح الروت لو كان مش متصلح، بعد ما بصلح الروت يبقى انا كده وصلت لتري شكلها ايه؟ وصلت لتري، ادي دي التري الاخرانيه بتاعتي، وصلت للتري دي اسمها ايه؟ اسمها ماكس هيب. الماكس هيب دي ايه البروبرتي بتاعتها؟ ان الروت بتاعها شايل اكبر قيمه في التري. يبقى احنا كده عملنا نفس الجزء اللي كان بتعمله جيت الماكس في مين؟ في السلكشن سورت. طيب الخطوه اللي بعد كده هعمل ايه؟ هرجع تاني للكلام ده كله، هرجع تاني للكلام ده كله. الخطوه اللي بعد كده ان انا المفروض اهو زي ما احنا شفنا اهو، دي خطوات السورتي، هبني الماكس هيب تري بتاعتي، وبعد كده هبتدي هعمل ايه؟ هبتدي اشوف
لو انا ده الكبير، الكبير ده المفروض يعني يحصل له سوابنج ما بينه وما بين مين، ما بينه وما بين اخر نود في التري. ليه؟ كاني بعمل ايه، كاني بجيت الماكسيمم من هنا وبشيله، بحوله فين؟ بحوله لاخر element في التري. هيبتدي يعمل ايه؟ هيبتدي يعمل سواب، وبعد ما هيعمل سواب هيبتدي يعمل ايه؟ يقول ان انت خلاص، انت المفروض كده التري بتاعتك او الاري بتاعك فيه element واحد منه اتصلح، فالالمنت ده انت مش محتاج تعمل له كونسيدريشن، يعني هتسكيب هتديسكارد الالمنت اللي هو مكانه الصح ده، خلاص اتصلح او اترتب، وتبتدي تلف تاني على مين؟ تبتدي تلف تاني على النودز بتاعتك. طيب تعالوا معايا مع بعض كده نشوف الستبس، وبعدين هرجع تاني للكود. انا بس عايزه اتاكد ان الايه، ان التريسنج بتاعك انت فاهمه. فانا المفروض انا عندي التري بتاعتي بالشكل ده، ده الاري اهو. الاري لو احنا ابتدينا واحده واحده كده نرسمه، انا عايزه اكزامبل من الاول خالص، ادي ده الاري اهو. لو انا هبتدي هبني منه ال نيرلي كومبليت باينري تري، فانا هبتدي احط كده اربعه، وبعد الاربعه هحط هبنيها كده واحده واحده، واحد ثلاثه، هنا اثنين، 16، 9، 10. ده كده خلاص الليفل ده خلاص اكتمل. هيبقى هنا في 14، 8، وهنا برضه شوية، 7. دي كده ايه؟ ده كده في الاول في البدايه خالص، ان انا بفيجواليز الاري على انه ميرلي كومبليت باينري تري. عايزه ابتدي اعمل ايه بقى؟ هبتدي هبني الماكس هيب من الاري ده. يبقى انا بنادي على فانكشن، الفانكشن دي بسميها بيلد الماكس هيب. بيلد الماكس هيب دي اللي هي بتعمل ايه بقى؟ بتبتدي تشوف فين الانترنال نودز، وبتبتدي تتشيك على كل واحده منهم وتبتدي تصلحها. فهبتدي اشوف انا فين عندي الانترنال نودز بتوعي، اللي هو دول الليف نودز انا مش محتاجه تشيك عليهم، وعرفنا السبب بتاعها. هبتدي من اول النود دي، النود دي المفروض محافظه على البروبرتي ولا لا؟ فوق 16 وتحت 7، دي محافظه على البروبرتي. طيب ال2 تحتها 14 و8 دي حصل ايه؟ حصل فيوليشن للماكس هيب بروبرتي، وبالتالي المفروض اصلحها. طب هصلحها ازاي؟ هنادي على مين؟ هنادي على الماكس هيبيفاي اللي المفروض هتعمل ايه؟ المفروض ان هي هتشيل الكبير في الدول، الكبير في الثلاثه، ترفعه تطلعه فوق، وتنزل الصغير، وبالتبعيه تكمل باقي السب تري بتاعتها. فانا عندي هنا الماكسيمم بتاعي هيبقى شكله ازاي؟ الماكسيمم بتاعي هيبقى هنا، هحط الفور، الفورتين هطلعها هنا، والتو هنزلها هنا، يبقى هنا 14 وهنا 2. بقت مين؟ بقت النود دي بقت اكبر من مين؟ بقت اكبر من الاثنين تشيلدرن بتوعها، يبقى دي بقى خلاص اتحولت انها ايه؟ حافظه صلحناها، فرجعت ان هي ايه؟ محافظه على البروبرتي بتاعتها. طيب نرجع بعد كده، هنا عندي ال 3 تحتها 9 و10، دي كسره البروبرتي. هبتدي اصلحها ازاي؟ نفس الطريقه، هنادي على مين؟ هنادي على الفانكشن اللي اسمها ماكس هيبيفاي. هالماكس هيبيفاي دي هتعمل ايه؟ هتشوف الكبير ما بينهم وترفعه فوق، يبقى دي بقت 10، وهتنزل ال 3 تحت مكان ال 10، وتشوف بالتبعيه اللي تحتها دي في حاجه ثانيه؟ لا، دي بقت ليف نود، خلاص يبقى هي كده خلاص حافظت على ايه؟ صلحت دي وحافظت على البروبرتي. طيب اكمل بعد كده، انا عندي هنا النود دي فيها واحد، النود فيها واحد يبقى معنى كده ان دي برده كسر البروبرتي بتاعتي، يبقى انا المفروض اصلحها. هصلحها ازاي؟ يبقى انا هشوف الكبير بتاع اللي تحتها، هرفعه فوق وانزل واعمل سواب، وبعد السواب هصلح السب تري اللي تحتها. فهنا هتبقى الواحد 16 هتطلع فوق، وهنا هيبقى ايه؟ هنا هيبقى واحد، الواحد نزل تحت، والواحد لما نزل تحت بوظ الايه؟ بوظ السب تري بتاعته، وبالتالي انا هرفع بعد كده بنفس الفكره، هنادي على البروبرتي تاني او الماكس باي تاني، هتطلع لهنا 7، وهيطلع هتنزل هنا ايه؟ هينزل هنا ال 1. يبقى انا كده بعد اللي انا عملته ده، يبقى انا كده كمان صلحت النود دي. اخر نود عندي الروت،
الروت بقى كان فيها 4، الفور تحتها في 10 وتحتها في 16، يبقى انا المفروض اصلح الايه، اصلح البروبرتي دي، اصلح النود دي، وبعدها هبتدي اشوف مين السب تري اللي تحتها هتتصلح ازاي. فلو انا صلحت النود دي يبقى انا هرفع مين، هرفع ال 16 فوق اهو وهنزل الفور. طيب لما هنزل الفور، لو انا نزلت الفور هنا يبقى الفور وتحتها 14 كده مش ايه، و7 يبقى مين الكبير فيهم، الكبير فيهم هيطلع فوق، يبقى الفور عشان تنزل هنا يبقى هننزل الفور، بس الفور هتبوظ اللي تحتها فهطلع ال14 وانزل الفور هنا. طيب لما الفور نزلت هنا ايه اللي حصل، النود اللي تحتها باظت، بقى عندي فيه 4 وتحتها فيه 2 8، يبقى هرفع مين، ارفع ال8 هنا اهو، وانزل بعد كده مين، بنزل الفور هنا. اللي احنا عملناه ده هو ده الشكل اللي هو ظهر لنا. يبقى احنا اللي ظهر بعد ما احنا عملنا ايه، بعد ما نادينا على الفانكشن اللي اسمها build max heap، اللي هي بتعمل لي ايه، بتصلح كل النودز، وكل النودز دي بتبتدي نشوف ايه، ببتدي اشوف النودز كلها محافظة على البروبرتي، وبالتالي بضمن ان ايه، بضمن ان الاليمنت الكبير موجود عندي ايه، موجود عندي في الروت. طيب الخطوة اللي بعد كده ان انا هعمل ايه، الخطوات دي او السكس ستيبس دول مهمين جدا ان انت تعرفهم بالترتيب عشان تعرف ازاي تعمل سورت، ازاي تعمل سورت باستخدام الهيب. فانا عملت اول خطوة عندي، عملت بيلد الماكس هيب، ضمنت ان الكبير فوق. بعد كده ببتدي اعمل ايه، ببتدي اخد الماكسيمم ده اللي هو ات اندكس 1، بجيت الفاليو بتاعته وبعمل لها سواب مع مين، بعمل لها سواب مع اخر element. فين اخر element هنا، النود اللي هت index 10. فهعمل سواب ما بين مين، هعمل سواب ما بين ال 16 هتبقى هنا، ال 1 تطلع هنا وال 16 تنزل تحت. كده معنى كده ايه بقى، معنى كده ان انا ايه، ان النود دي خلاص كده شايله اكبر قيمه موجوده عندي، وبالتالي انا هديسكارد اللينك ده، يعني انا هشيل النود بتاعتي من التري زي ما كنت بشيل مين، بشيل اخر element في الاري، والايتريشن اللي بعدها باخد باقي الايه، باخد باقي الاليمنت. طيب بعد ما ببتدي اشوف السوابنج ده، ناتج السوابنج ده، خلاص عملت ديسكارد ال 16، ال 1 طلعت فوق. طب تفتكروا ال 1 طلعت فوق، ما هي احتمال ال 1 دي تعمل ايه، تبوظ التري بتاعتي. ال 1 لما طلعت فوق هتبوظ التري اللي المفروض انا كنت مصلحاها. يبقى الخطوه اللي بعدها ان انا هعمل ايه، هران الماكس هيبيفاي تاني على النود اللي موجوده في الروت، عشان ايه، عشان اتاكد انها شايله تاني اكبر قيمه. طيب الوان لما طلعتها ايه اللي حصل، بوظت مين، بوظت النود اللي تحت، هي باظت خلاص، يبقى حصل فيوليشن للايه، للهيب بروبرتي. يبقى انا المفروض عشان اصلحها يبقى انا برجع تاني بشوف مين الكبير فيهم، الكبير فيهم ال 14، يبقى انا هرفع ال 14 فوق وهنزل الواحد مكانها. طب الواحد لما هينزل هنا، الواحد تحته 8 وتحته 7، يبقى الواحد يروح فين، هنا 1 و8 و7، يبقى ال 8 تطلع هنا والواحد ينزل تحت. طب لما الواحد نزل تحت حصل ايه، الاثنين والاربعه بقوا اكبر منه، يبقى اشوف الماكسيمم منهم واطلعه، يبقى الاربعه هتطلع هنا والواحد هيبقى ايه، والواحد هيبقى موجود هنا. يبقى انا بعد ما عملت الديسكارد خلاص، يعني انا صلحت ده، رتبت ده لكن بوظت التري، فارجع صلحها تاني، يبقى الديسكارد، وبعدها بعمل ايه، بعمل بران الماكس هيبيفاي تاني على الروت. وبعد ما بخلص الروت تاني، بعد ما صلحت، يبقى انا كده ابتديت الايتريشن الثانيه، هعمل ايه، هبتدي هرجع تاني لنفس مين، لنفس الستبس بتاعتي. بس انهي الستبس اللي انا هرجع لها، انا خلاص صلحت مين، صلحت الروت، فمش محتاج ان انا ابلد الماكس هيب تاني، خلاص انا ضامن ان اكبر، تاني اكبر قيمه موجوده في الروت. هبتدي هعمل فيها ايه تاني، هاخد القيمه اللي موجوده دي هحطها فين بقى، هبتدي اعمل لها سواب ما بينها وما بين النود، النود دي اللي هي النود اللي قبل الاخيره، اللي المفروض لو انا برتب يبقى ارتب هنا ال 16 وهنا ال 14، يبقى ده المكان ده هو اللي المفروض يتحط فيه تاني اكبر قيمه، اللي هو المكان ده اللي هو مين؟ اندكس 9، اندكس 9
بعد اللي احنا لفينا اللفه اللي لفيناها بقى فيها كان ايه قيمه 1. ال 1 دي هيرجع تعمل ايه؟ يرجع يعمل لها سواب، وبعد ما السواب يديسكارد، وبعد ما يديسكارد يران الماكس هيتيفاي تاني على التري بتاعتي، ويبتدي يصلح كل اتريشن، يصلح مين؟ يصلح التري بتاعته، ويبتدي ينفذ الايه؟ ينفذ الخطوات بتاعته تاني. التريسنج بتاع المساله دي اهو زي ما احنا شايفين بالشكل ده اللي احنا عملناه اهو، غيرنا وصلنا اهو كل اللي احنا عملناه ده، ان احنا وصلنا هنا دي اهي، ادي دي بدايه تاني اتريشن، بدايه تاني اتريشن ان ال 14 بقت فوق والواحد نزل تحت خالص اهو. يبتدي بعد كده يعمل ايه؟ يرجع تاني لنفس الخطوه، يسواب اهو ويديسكارد ويران الماكس هيبيفاي على الروت تاني، الواحد طلع فوق تاني، يبقى هيرجع يبتدي يصلح. طب هيبتدي يصلح ازاي؟ يبقى برضو بنفس الفكره، هيشوف الكبير في السب تري بتاعتهم، يطلع العشرة فوق، والواحد لما هينزل هنا يبقى هيبوظ برضو السب تري دي، هيروح يطلع الناين فوق وينزل الوان تحت، يبقى الوان نزل هنا تحت. طيب الخطوه اللي بعدها ايه بقى؟ يبقى انا مسكت في الروت مين؟ تالت اكبر قيمه. المفروض تالت اكبر قيمه تبقى ات اندكس كام؟ ات اندكس 8. يبقى انا هسواب مين؟ هسواب القيمه اللي في الروت مع مين؟ مع القيمه اللي ات اندكس 8. يطلع بعد كده مين؟ يطلع الاثنين فوق وينزل ال 10 تحت، وال 10 دي بعد كده يعمل لها ديسكارد. يبقى انا دول مين؟ دول الاليمنتس اللي اوريدي ايه؟ الاوريدي اترتبوا. طيب ايه اللي كل مره بيبتدي يقل؟ بيبتدي الايه؟ يقل الهيب سايز. الهيب سايز ده اللي هو مين؟ اللي هو عدد الاليمنتس اللي لسه ما ترتبوش، كل مره بنقص منها واحد عشان في واحد من النودز دول بيبتدي يترتب في مكانه ايه؟ يترتب في مكانه الصح. المفروض بعد السكس ستبس دول، بعد ما يخلصوا خالص، ايه اللي هيوقف الاتريشن دي؟ اللي هيوقفها ان الهيب بقى فاضي، والهيب بقى امتي امتى؟ لما تكون عديت على كل النودز اللي موجودين عندك في الفري، وكل النودز بقى خلاص مكانها ايه؟ مكانها في المكان الصح، يعني خلاص عملت ديسكارد لكل النودز اللي انت المفروض عايز تتشيك عليها. طيب يبقى احنا المفروض انا عندي الهيب سورت كده بالكونكلوجن بتاعه، ان احنا وصلنا ان انت عندنا في ايه؟ في اتنين مين اوبريشنز، وده اللي احنا قلناهم. الاوبريشن الاولانيه خالص اللي هي بتبني لي الماكس هيب من اول الاري خالص، من اول مره الاري بيبقى مش مترتب، بتبني الماكس هيب، وبعد كده بتبتدي ايه؟ بتبتدي ترن الهيب الماكس هيب او الماكس هيبيفاي ميثود عشان تصلح اي نود مش ايه؟ كسرت البروبرتي بتاعتها، بس هي مش بتصلح النود دي بس، هي بتصلح كل الايه؟ كل السب تري بتاعتها. طيب لو احنا رجعنا اهو، احنا كنا هنا اهو، لو رجعنا بقى للكود بتاع الماكس هيب، ضد الماكس هيب دي هي اللي احنا شرحناه بالظبط. هو بيبتدي من النودز، الانترنال نودز، بيبتدي من الانترنال نودز، وكل مره بيبتدي ياخد الانترنال نود دي يابلاي عليها الماكس هيبيفاي عشان يشوف هي محافظه على البروبرتي ولا لا، والماكس هيبيفاي من جواها تنادي نفسها للايه؟ تنادي نفسها للسب تري. طيب هنا احنا شايفين في بيلد الماكس هيب، شايفين ان احنا مدينا الفور لوب بتاعتنا من n power n over 2 down to 1، n over 2 down to 1. طيب هنقول down to 1 ليه؟ لان احنا قلنا في بداية الشرح بتاعنا ان انا هبتدي اخد مين؟ هبتدي اخد الانترنال نودز من مين؟ من اخر انترنال نودز، هبتدي كده كده كده، ده الترتيب بتاعي. قلنا بنبتدي نعمل الانترنال نودز بناخدهم بالعكس ليه؟ من تحت لفوق، عشان اضمن ان كل نود انت في ليفل، في ليفل معين، لما بتيجي تتشيك عليها انت ضامن ان اللي تحتها محافظ على البروبرتي بتاعتها لغايه ما اوصل للروت. طيب اتحطت هنا n over 2 ليه؟ لان احنا عندنا، لو انت عندك دي بروبرتي ثانيه بقى للتري، لو انت عندك n نود، الN نودز دول محطوطين في كومبليت باينري تري، هتلاقي الN نودز دول N over 2 منهم هم ليف، ليف نودز، وعندي النص التاني عبارة عن ايه؟ عبارة عن internal نودز. يبقى انت عايز تاكسكلود مين؟ عايز تاكسكلود الليف نودز، انت مش محتاج تتشيك عليهم، انت بتبتدي مين؟ بتبتدي بين الانترنال ايه؟ بتبتدي من الانترنال نودز.
الانترنال نودز اول ما بتبتدي تتشيك عليهم من تحت لفوق زي ما احنا كاتبين كده من ان اوفر 2 داون تو 1، طبعا ده الاندكس بتاع النود، ده الاندكس بتاع اول انترنال نود انت هتتشيك عليها لغايه ما توصل ل1. 1 دي اللي هي ايه؟ اللي هي في الروت، كل واحده بتنادي على الماكس هيتيفاي بتاعها. طيب لو انا جيت هنا بتشيك، انا ببص كده بعيني كده زي ما اتفقنا ان احنا عايزين نعمل نتشيك الاناليسيس بتاعها، انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تمشي فور لوب، الفور لوب دي بان اهو، الفور لوب دي هتمشي ان اوفر 2، يعني الدوميننت تيرم بتاعنا هي الان، وكل مره جواها هتنادي على الماكس هيتي فاي. الماكس هيتي فاي احنا لسه مطلعين وشارحين هي ليه بتطلع لوج ان. يبقى انا الاناليسيس بتاعي لو انا بصيت كده لو انا بعمل اناليسيس كده للكود بتاعي بالشكل ده، انا ممكن اقول ان انا الكومبلكس بتاعت الماكس بيلد الماكس هيب دي بتطلع هي ان مضروبه فين جواها او نستد جواها لوج ان، يبقى هتبقى ان لوج ان، دي الكومبلكس بتاعتي. بس هل هو ده الاناليسيس الصحيح بتاعها؟ قال لك لا، ده هو ده احنا اللي احنا عملناه ده عباره عن سيمبل اناليسيس، والسيمبل اناليسيس ده مش دايما بيطلع مين، بيطلع الايه، بيطلع الابر باوند، اقرب ابر باوند. طيب ادي دي الماكس هيب، عملنا بيلد الماكس هيب على الاكزامبل ده، انا مش هكرر الاكزامبل تاني، هتتريس الاكزامبل ده هتلاقي ان احنا مشينا الاكزامبل ده مشينا خطوتين منه، وابتدينا نعمل ايه، ابتدينا نابلاي زي ما اتفقنا الايه، زي ما اتفقنا عملنا ابلاينج لل 6 ستيبس دول عشان ارتب ايه، عشان ارتب الاري بتاعي. طب احنا قلنا هي بتطلع لوج ان، ان لوج ان في الايه، ان لوج ان في السمبل اناليسز. طب لو جينا عملنا اناليسز اكتر منه عشان نطلع احسن ابر باوند، احسن ابر باوند ده اللي هو مين، اللي هو هيبقى اقرب ابر باوند للايه، للالجوريزم بتاعي. اقرب ابر باوند لو احنا خدناه كده بالاناليسز الصح، الماثيماتيكال اناليسز، هنلاقي نقول ان احنا عندنا الميثود بتاعتي هي المفروض زي ما اتفقنا كده، المفروض ان انا عندي، انا هكرر الماكس هيبيفاي للانترنال نودز اللي موجوده في الليفل اللي قبل الاخير، هكررها مره واحده اهي، انت هتكرر مره واحده مين، النودز، هتنادي ماكس هيتيفاي للنودز اللي موجودين في الليفل الاخير. طب اللي موجودين، سوري، اللي موجودين في الليفل اللي قبل الاخير، طب النودز اللي موجودين في الليفل اللي قبل الاخير عددهم بيبقى كام من الان نودز؟ عددهم ان اوفر 4. ودي برضو دي الحاجات دي انت هتتعلمها او هتاخد خبره فيها لما تشتغل اكتر، او لما يعني تقرا اكتر على الايه، على الباينري تريز. طيب عندي هنا الليفل اللي بعده المفروض هتناديها كم مره، هتنادي او هتكرر الماكس ديفاي كم مره، هتنادي للمره للنود دي وتصلحها، وبالتبعيه هتصلح السب تري بتاعتها اللي تحتها وتوصل بعد كده للليف نودز. فالليفل اللي موجود اللي هو الليفل اللي قبل الاخير، هتنادي نفسك في الماكس هيتيفاي، هتنادي نفسك مرتين اهو، مرتين، تمام. طيب عدد النودز اللي انت هتابلاي عليها الماكس هيتيفاي ان اوفر 8، ماشي، الليفل اللي بعده والليفل اللي بعده لغايه ما بوصل لمين، لغايه ما بوصل للايه، للروت. الروت انا موجود عندي في اول ليفل، طيب اول ليفل ده بيبقى فيه نود واحده بس اللي هي الروت. طب بس انت هتنادي على نفسك كم مرة، او الماكس هيتيفاي هتكرر نفسها كم مرة، هتكرر نفسها من الروت لغاية ما توصل للليف نودز، واتفقنا ان الهايت بتاع الطريق اللي هتمشيه ده طوله كام، طوله لوج ان، وهو ده الهايت بتاع التري. عشان كده لما هنادي اخر، عند اخر ليفل اللي هو الليف الروت، الليفل اللي فيه الروت، يبقى انت عندك هتنادي نفسك قد ايه، هتنادي نفسك ات موست لوج ان، بس هتكرر العمليه دي بنود واحده، والنود واحده دي هي الايه، هي الروت.
لو انا ابتديت اعمل اناليسز بقى زي ما احنا خدنا كده السيريز وعرفنا السيريز دي اعرف اجيب منها ازاي، يعني اختصر الماثيماتيكال سيريز دي ازاي، وزي ما خدنا ان هي شكلها ايه، جيومتريك ولا اريثماتيك سيريز، هبتدي هطلع الاناليسز ده واحده واحده. انتوا لو مشتوه بايديكوا هبتدي هقول ان الكومبلكس بتاعتها هتطلع في الاخر ان الكومبلكس بتاعتها او اوف ان. يبقى احنا وصلنا ايه؟ وصلنا ان احنا عندنا بيلد الماكس هيب الاول بالسيمبل اناليسيس طلعناها ان لوج ان، ولكن بالماثيماتيكال اناليسيس طلعناها او اوف ان. يبقى مين احسن؟ لما تيجي تقول ان دي بتاخد او اوف ان ولا او اوف ان لوج ان؟ طبعا الان لوج ان اكبر، صح كده؟ يبقى انت السيمبل اناليسيس ادانا ابر باوند، بس الماثيماتيكال اناليسيس ادانا ابر باوند بس اقل منه شويه، فده طبعا ده طبعا احسن. تمام؟ فاحنا وصلنا في الاخر ان احنا عندنا الميثود اللي اسمها بيلد ماكس هيب بتاخد كومبلكستي قد ايه لوحدها، بتاخد كومبلكستي او اوف ان. طيب لو انا جيت مشيت بقى على مين، يبقى احنا عندنا فيه 3 كومبلكسز كده المفروض ناخدهم في الالجوريزم بتاعنا. عندي الماكس هيب فاي طلعنا انها لوج ان، عرفنا دلوقتي بيلد الماكس هيب بتاخد ان، عايزه ابتدي اشوف بقى الهيب سورت كله على بعضه بال6 ستيبس بتوعه هيطلع كومبلكسيتي قد ايه. لو انا مشيت خطوه خطوه كده على ال6 ستيبس بتوعي، عرفنا دلوقتي ان بيلد الماكس هيب بتاخد كومبلكسيتي او اوف ان. بعد كده المفروض هفايند الماكس اليمنت اللي هي المفروض هجيت القيمه اللي موجوده في الماكس اليمنت بعد ما جبت الماكس، بعد ما بنيت الماكس هيب تري هعملها في ايه؟ ده هيبقى كونستنت تايم. انا بجيت القيمه اللي موجوده في الايه، في النود دي. طيب هتسواب ما بينها وما بين اخر اليمنت في التري. السواب بيتم على ثلاثه ستابس زي ما خدنا المحاضره اللي فاتت، بس ستيل هو ايه؟ ستيل هو كونستنت تايم. هتديسكارد في قد ايه؟ برضه هتديسكارد في كونستانت تايم. يبقى انا ماشيه عندي هنا واحده واحده كده، انا ماشيه الكومبلكستي بتاعتي هي عباره عن ايه؟ عباره عن او اوف ان زائد، تمام؟ عندي في كونستانت هخليه بيساوي ايه؟ 1، والكونستانت تاني 1 يعني او اوف 1، تمام؟ والديسكارد بتاخد او اوف 1. عندي بعد كده هنا النيو روت لما هيفيوليت الماكس هيب بروبرتي وهتناديها، هتنادي الماكس هيب فاي فانكشن عشان تصلح التري بتاعتي. احنا اتفقنا الماكس هيب فاي بتاخد قد ايه؟ بتاخد لوج ان. الخطوه اللي بعدها هيعمل ايه؟ هي جو تو ستيب 2 انليس الهيب از امتي. يبقى هو هيريتيرن المين، هيعيد نفسه تاني، هيكرر نفسه تاني من الخطوه 2 ويكمل باقي الخطوات دول. طب امتى الهيب هيبقى امتي؟ هيمشي قد ايه لو انا همشيها بفور لوب دي مثلا؟ لو انا هعملها بفور لوب، اللوب بتاعتي دي هتمشي قد ايه؟ هتمشي ات موست قد ايه؟ ان اليمنتس. الان اليمنتس دي اللي هي مين؟ او مينلي ان ماينس 1 اليمنتس، اللي هم مين؟ عدد الاليمنتس اللي موجودين فين؟ الموجودين في الاراي. يبقى معنى كده ان انا هكرر الخمسه ستيبس دول، هكررهم ان تايمز. يبقى لو انا هعمل بقى هحلل بقى اللي احنا عملته ده هظبطه شويه، يبقى دي هتاخد او اوف ان زي ما هي، والان دي هتتضرب في الايه؟ هتتضرب في البراكت بتاعها، يبقى او اوف ان بلس او اوف ان بلس او اوف ان بلس او اوف ان بلس او اوف ان لوج ان. تمام؟ احنا عندنا في رول بتقول لو انت عندك في كذا فانكشن بيتجمعوا على بعض، يبقى هي مين اللي هتدومينيت؟ هي الاكبر ايه؟ اكبر فانكشن. انا عندي ان وان 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 لوج ان، يبقى الان لوج ان هي دي الايه؟ دي المور كومبلكس بتاعتنا، وهي دي فعلا في ال 7 فانكشنز اللي هم 7 ريفرنس فانكشنز، هي دي مين؟ هي بعد اللينير. تمام؟ يبقى التوتال كومبلكس بتاعه الهيب سورت هو عباره عن ايه؟ عباره عن ان لوج ان. طيب الان لوج ان دي هل هيبقى فيها بيست كيس وهيبقى فيها ورست كيس، ولا هو كده كده هيشتغل على الكلام ده؟ تمام؟ حتى وان كان الاري بتاعه شكله ايا كان شكل الاري، يعني لو كان الاري مترتب، الاري المترتب ده هل هيفرق معايا
في الاناليسيس بتاعي لو الاري اوريدي مترتب هو كده كده لازم هيبيلد الماكس هيب، لازم هيتشيك على الانترنال نودز، تمام كده. وايه تاني؟ لازم هيتشيك على ولازم لو في حاجه مش متصلحه هيحاول يصلحها. فايه الكومبلكس بتاعه الهيب شورت هيبقى ايه؟ هيبقى ان لوج ان. يبقى احنا كده المفروض بالشكل ده خلصنا الهيب شورت. والكونكلوجن بتاعنا ده نفس التابل اللي ظهر لنا المحاضره اللي فاتت. الكونكلوجن بتاعنا ان احنا عندنا الهيب شورت اللي احنا خدناه النهارده هو عباره عن مين؟ هو عباره عن ان لوج ان، في الافريج كيس برضو ان لوج ان. عايزه تشيك بس كده معاكم واحده واحده انتوا تفكروا فيها. طب البيست كيس ايه اللي هيحصل فيها؟ هل هتبقى فعلا ان لوج ان ولا هتبقى اقل من كده كمان؟ والبيست كيس دي ممكن تحصل امتى؟ ده كويستشن انا عايزه الناس تفكر فيه. البيست كيس دي ممكن تحصل امتى؟ واعمل تريسنج عليها وشوف في البيست كيس ايه اللي هيتم، ولو الاري كان شكله ايه هيحصل احسن ران تايم. تمام؟ يبقى انا كده المفروض خلصنا اول جزء من المحاضره اللي بيتكلم على الهيب شورت، وده بنهايه الهيب شورت. يبقى احنا كده خلصنا كل السورتنج الجوريزمز المفروض هندرسها. لو احنا بصينا كده مع بعض كده في التيبل ده هنلاقي ان الميرج سورت، ناخد بالنا الميرج سورت والهيب سورت هما احسن اتنين في الورست كيس. الكويك سورت في الورست كيس بيطلع ان سكوير، ناخد بالنا. تمام؟ مع انه هو شغال نفس مين؟ شغال نفس الايه؟ نفس الفكره بتاعتنا، يعني هو ده شغال ديفايد اند كونكر، بس هو في الورست كيس بيطلع ان سكوير. فلو انت بتفاضل عايز ترتب اري وعايز ترتبه باحسن ران تايم، يبقى انت يا اما هتاخد الميرج سورت يا اما هتاخد الهيب سورت. طب برضه ما بينهم مين الاحسن؟ يبقى لو اتساوى الران تايم يبقى انا ببتدي اشوف الكومبلكس الثانيه. احنا اتفقنا ان احنا عندنا الميرج سورت بيبتدي جنريت اريز ثانيه، والاريز دي هي اللي المفروض بيبتدي يشتغل عليها. عشان كده اتفقنا قلنا المره اللي فاتت ان الميرج سورت ده نوت ان بليس سورتنج الجوريثم، يعني هو بيعمل ايه؟ بيجنريت اريز ثانيه في الميموري فبياخد سبيس اكتر. لكن احنا بصينا هنا في الهيب شورت لقينا ان هو اساسا بيشتغل على انه ايه؟ ما بيبنيش تري، بيشتغل على الاري على انه تري، يعني هو ده بيفيجوالايز. بيفيجوالايز الاري على انه ايه؟ على انه تري، يعني هو شغال على الاري في مكانه. عشان كده الهيب سورت بيعتبر ان بليس الجوريزم. يبقى لو انت بتفاضل ما بين الاثنين دول يبقى انت هتختار مين فيهم؟ هتختار الهيب سورت، لان هو ايه؟ هو بيطلع ران تايم كويس، احسن ران تايم تقريبا. وبيعمل ايه كمان؟ وبيحافظ على السبيس، ما بياخدش سبيس كتيره زي الميرج سورت. تمام؟ وبنهايه الكلام ده يبقى احنا خلصنا اول جزء في المحاضره بتاعتنا اللي بيتكلم على الايه؟ اللي بيتكلم على السورتنج. معاكم باشمهندس مصطفى ان شاء الله في الورك شوب هيبتدي يحل عليها مسائل. طبعا هنحل مسائل على كل السورتنج، ولو في اي مشكله انا هستقبلها دلوقتي او اي اسئله هستقبلها دلوقتي ان شاء الله قبل ما ناخد البريك.